اخذ مكالمه من نهال من انجلترا. اهلا وسهلا اخت نهال، تفضلي. اهلا وسهلا يا سيس نزار، انا بشكر ربنا جدا من اجل الدكتور ناجي اللي بحسده فعلا بعد كل العلم في الطب ده قدر فعلا يكرس وقته كله لخدمه الرب، وزي ما الكتاب بيقول حسنه هي الغيره في الحسنى، فانا من الناس اللي اتباركت بزيارته ليا في بيتي مع زوجته الجميله نشوى. الرب يبارككم يا دكتور ويستخدمكم اكتر واكتر. عندي سؤال بسيط يا دكتور ناجي. صدقلي. في ناس بتقول على الفلك ده too good to be true، ان الفلك الطويل العريض ده يكون بناه بس 8 أشخاص اللي هم نوح ومراته واولاده الثلاثة وزوجاتهم، فلو كان في ناس تانية اشتركت في بناء هذا الفلك ده مش كان بالاولى انهم يكونوا مقتنعين بالعمل ده وينجوا هم انفسهم لانهم مفروض ان هم مؤمنين بالقضية؟ فايه رأي حضرتك؟ شكرا يا أختي نهال وشكرا على تعليقاتك الرائعة. سؤال رائع جدا، هل 8 أشخاص يقدروا يبنوا الفلك ولا لا؟ هو طبعا الكتاب المقدس ما قالش هم 8 بس، هم كان ممكن يجيبوا نجارين وحدادين ويوظفوهم، والناس اللي بتوظفيهم علشان يعملوا لك حاجة في البيت عندك، يدهنوا البيت ولا يبنوا البيت، مش لازم يؤمنوا بأنك أنت عايزة تعيشي في البيت ده بالأسلوب المسيحي اللي أنت عايشة فيه في بيتك اللي أنا تشرفت أني زرته. فمش معنى أن هم اشتركوا في البناء أنه معنى كده أنهم مؤمنين بالقضية، هم راحوا عملوا شغلهم وخدوا فلوسهم ومشيوا. نوح بقى كان كارزا للبر وبشر العالم في الوقت ده، وهم اللي رفضوا. فعندنا حاجة مهمة قوي، يقول لك طب هو قدر يروح أمريكا وقدر يروح استراليا وقدر، ما كانش في أمريكا ولا ما كانش في استراليا، ده كانت كلها كتلة واحدة والناس كانت متجمعة في مكان واحد. وحتى الجيولوجيين الغير مؤمنين بكلمة الله بيقولوا أن الأرض كانت حاجة اسمها البانجية، اللي هي كانت القارة الواحدة اللي تفككت ببطء، هم بيقولوا ببطء اللي هو اليونيفيرماتيريان، الوتيرة الواحدة. إحنا بنقول أو الكتاب المقدس بيقول عن طريق الكاتاستروفيك جيولوجي أن ينابيع الغمر اتفتحت وكسرت القشرة الأرضية. في مشكلة تانية يا أختي نهال، أنهم بيقولوا إيه؟ طيب هل نوح كان يعرف كل اللغات اللي يقدر يبشر بيها؟ لا، كانت الأرض كلها لغة واحدة. لغة واحدة. شوفي لما نبتدي بكلمة الله الصادقة ونبص على العالم نقدر نفهمه أحسن من افتراضات البشر. لا، وكمان يعني خلينا نأخذ بالاعتبار أنه نوح 100 سنة أو أكثر من 100 سنة وهو يكرز من خلال الفلك وعم بيعمل، فمئة سنة يعني وقت كافي. وبعدين كمان نقطة مهمة أنت ذكرتها من قبل دكتور، أنه الناس كانت ذكية جدا طبعا هندسيا وكانوا عباقرة. أوكي، احنا مش بنتكلم على ناس يعني بدائي، يعني شوف أسلوب البناء وطريقة البناء بعبر هندسيا على البراعة وعلى فعلا فن الإبداع في هذا البناء.